حل دجاج تكة للأغنية بس. هيو، ناس كتير فاكرة ان دجاج تكة للأغنية بس. وليه غالي؟ ما تفهمش، بس وقت تشوفه كده تقول غالي. واكتشفت انهم بيحتفلوا بخمسين سنة ان هم غاليين وعاملين عروض الخمسين. والوجبة عبارة عن ربع فرخة ورز وخضار وطومية وعيش بوري بخمسين جنيه، شامل الضريبة والخدمة وكل حاجة. وممكن تبدل وجبة الفراخ بشيش طاووق أو سندوتش شيش طاووق أو كفتة لحمة أو كفتة فراخ. ومش كده وبس، لا، ممكن تبدل الرز ببطاطس، يعني اللي انت عايزه. فيلا بينا نشوف الحوار ده. بتخش وبتقعد. الخدمة هنا مش هيلبي ورسلك، يعني انت بتقعد والجرسون بيجي لك وبتطلب وبتحاسب بعد ما تاكل. واول ما الويتر يجي لك ما تسيبوش يمشي، عشان مش هيجيب لك منيو الخمسين، انت اللي بتطلبه. يعني مش عايزين ده، هنطلب ده. يعني مش هنقلف في ده، هنختار من ده 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 كده. صح 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 وكده صح 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 وكده صح 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 وكده لا لا مش صح. بس قشطة، لو عايز حاجة من المينيو الرئيسي عندهم بارتيشن خاص بالسلطة، الطبق ب 42 جنيه وبيتملي مرة واحدة. بس غلطوا غلطة عمركم، السلطة عمرهم فيه، فهقوم املأ الطبق دلوقتي. خد الطبق ده وانا عاملة واحد تاني وجاي لك. هو تقريبا الفروع كلها مش زي بعض، يعني هنا نسي جيب لي العيش البوري انا اللي طلبته، لو نسيوا ينزلوا لك حاجه من دول اطلبها. والكميه كويسه والاكل حلو، بس تتبيلتهم للفراخ ودتني العالم تاني خالص. ما بيدوش معاني، فاطلب انت معلقه عشان ايه. والحمد لله. وانت خارج ممكن تعمل ريت وتقول رأيك في الأكل والخدمة، وقول لنا تجربتك في الكومنتات. كالعادة حبيت أوصل لكم إن حتى أماكن الأغنياء نقدر ندخلها ونخوض التجربة على قد فلوسنا. أشوفكم الفيديو الجاي. هب هب.